ايه يا دكتور سهام، مش هنروح التوكيل ولا نروح عند محمود شوشو؟ محمود شوشو ده متحول ولا ايه؟ هو انت فاكر اني مش عارف اوصل لك؟ وتوصلي لي ليه حضرتك؟ مش احنا اتفقنا ان انت مش عايزه حاجه واستعوضتي ربنا في اللي حصل لعربيتك؟ بقول لك ايه، بلاش استعباط. الحاجه اللي اتاخدت من شقتي ترجع، ولا قسما بالله انت ما تعرفش انا ممكن اعمل ايه. ابوس ايدك اهدي والنبي لحسن، اهلي كلهم جوه، ما تعمليش فضايح. روحي دلوقتي وانا هبقى اجي لك ونتكلم براحتك. يا سلام. اه والله العظيم. اوبا اوبا بابا بابا ده انت اللي بابا. واقفين تبوسوا بعض على السلم؟ يا ابني انتوا جبتوا على موضوع السلم ده، تعالوا بوسوا بعض جوه زي ما انتوا عايزين. يا بابا نبوس ايه؟ ابوس ايدك والنبي سيب. اجري يا فريال اجري. تعالي يا فريال. الحق يا جماعه، سهام واقف مع واحدة بره النمواتك. بابا بيجري في الجامعة. تعالى اصبر بقى. انت واقف مش إيه؟ مع واحدة سهام دي بسرعة عشان فاتحة لايف. دي صاحبة سهام اللي كانت بتبوسوا على السلم، هي دي يا جدعان. مين دي يا سهام؟ مين دي؟ بتبوس؟ بتبوس مين يا سهام؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، ما انت عارفة ان بابا الزهايمر. والله ما زهايمر. لو سمحتي مين حضرتك؟ عشقته. ايه يا بابا بقى؟ الله الله، هو انت كمان هنا؟ انا حضرتك تعرفيني؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ مش فاكر. مش فاكر ازاي؟ انت كنت عندي في الشقه. كنت عندها في الشقه؟ انت بتخوني؟ يمكن، انا مش عارف. يا ريت بقى كمان حضرتك تطمنيني، هل جوزي كان عندك في الشقه؟ ما اعرفش، اسالي. والنعمه انا كنت تحت. حلو، يبقى انا اللي فوق. فوق في الشقه اكيد يعني. وان شاء الله كنت تحت بتعمل ايه بقى؟ ها ده انا هروح فيك في داهيه. استني بس يا حبيبتي، اكيد اكيد في سوء تفاهم. طبعا لما انت جامد قوي كده يا حبيبي، امال ليه بقى ان شاء الله ما بنعرفش نعمل اي حاجه غير نتكلم؟ عاجبك كده؟ هو انا مالي يا عم؟ ده قلبي مش مرتاح له. في حاجه؟ هو ده قص الفساد، انا متاكده ان هو اللي بيعرفوا على البنات. صح، انا عرفت انتوا بتنزلوا مع بعض بتروحوا فين. اسمع، مادام معاك الاسد ده عليكوا على شرش الزلوع. شرش الزلوع ايه دلوقتي يا بابا؟ ما تجوعناش بقى. يا جماعه اهدوا شويه، سهام ده الدكتور بتاعي بس مش اكتر، والاستاذ ده انا لقيته عنده مره بالصدفه. ايوه 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 فعلا زي ما بتقول، استاذه فريال اللي من اهم واشطر المرضى عندي في العياده، بس هي للاسف بتعاني من مرض النوم القهري وهي نايمه دلوقتي. يعني ايه؟ يعني وطي الصوت شويه. مش كده يا استاذه فريال؟ بايخه قوي استاذه دي، احنا برضو عشره ومفيش بينا القاب. لا 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 لا، انا كده هزعل. اهي كده بتحلى. لا لا، هي كده تزعل قوي قوي قوي. معقول تسيبها تزعل يا سهام؟ ده اخر يوم في عمرك. طب يا جماعه انا هستاذن انا دلوقتي. على فين؟ احنا لسه قعدنا. ابعت اجيب بيره ولا ليكي في الدخان؟ معلش يا اونكل، مره تانية ان شاء الله. الفلاشه اللي اتاخدت من شقتي ترجع، انتوا فاهمين؟ مستنياكم اهو اهو، مستنياكم. هما الاثنين مصورينها على فلاشه، انا بقى الفلاشه دي تلزمني. بص يا فلاشه. بص يا بابا، الفلاشه تطمن عليه. خش يا بنات، تعالوا يا بنات. فضايح. تعالى لي، تعالى. انت بتستخبالي وراها. عايز مني ايه؟ رايح فين؟ رايح فين انت؟ هو داخل اوضتي يا ليلي. في ايه؟ ليه انا اخش اوضتك ليه؟ خش جوه. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.